شبكة عباقرة التلاوة تقدم الحفل أو شكى على الانتهاء، وإن شاء الله سننعم ونستمع بعد قليل، وبعد أن يلقي كل منا ما في يده تأهبا للاستماع إلى القرآن من قارئنا الشيخ شعبان محمود وهبة. هذا الحفل الذي أقيم بمناسبة ذكرى 40 لرجل من رجالات أسرتنا، بل هو كبير رجالها، الحاج محمد الغنام، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل ما تلي من هذه الآيات الكريمات أن يجعلها نورا له في قبره، وأنيسة له في أخراه، وأن يلحقنا به على الإيمان الكامل إن شاء الله. أما أنتم أيها الحضور، لا أرانا الله مكروها في عزيز لديكم، وبعد برهة قليلة نعود إلى القرآن مع فضيلة الشيخ شعبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تجعلوا مع الله إلها
صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط ستائر مرخية، وعلى رأس الصراط داع يقول: ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، فالأبواب محارم الله، والستائر حدود الله، والداعي القرآن. فبهذا الدعاء العظيم نبتهل إلى الله عز وجل أن ينزل على الحج محمد الغنام سحائب رحمته، وينزل على أهل الفقيد الصبر والسلوان. وما زلنا نحتفل بذكراه يوما بعد يوما وعام بعد عام، حتى نلقاه حين يأمر الله: وسلام عليك من أولادك، وسلام عليك من أسرتك، وسلام على روحك الطاهرة البريئة التي صعدت إلى السماء. ونادوا لهم ملائكة السماء: مرحبا مرحبا أيتها الروح الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والسلام عليكم ورحمة الله.